هذا سائل يقول: هل نقول في تعريف الحديث القدسي هو ما لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل؟ نعم، هذا هو الحديث القدسي، لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، إلا إذا قال الرسول قال الله كذا وكذا، فهذا قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. نعم.